دعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان دكتورة ناتاليا كانيم، دعت الأطراف اليمنية إلى الإسهام الفاعل في تحقيق السلام، كما دعت المانحين إلى مضاعفة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. وقالت المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة المؤقتة عدن، قالت إنها ستقوم خلال زيارتها لليمن بالإطلاع بشكل مباشر على تداعيات الوضع الإنساني وخاصة على النساء والفتيات. This is my first visit to Yemen. عندي الزيارة الأول لليمن وهي هنا اليوم في أول يوم لها في اليمن، هي للتضامن مع النساء التي في هذا البلد. ندعو كل الأطراف الموجودين في اليمن حتى يحل السلام. صندوق المتحدة للسكان طبعا شريك يعني له القدم للجمهورية اليمنية طبعا، وهو يلعب دور كبير في الاستجابة الإنسانية في الوقت الحالي، وسنستمر كصندوق المتحدة للسكان في إنقاذ النساء والفتيات طبعا مع بعض. نحن كالأمم المتحدة وكما اختصرها الأمين العام للمتحدة جيتوريس طبعا قال إن المساعدة الإنسانية ليست كافية لإحلال السلام، السلام هو الحل لهذه الأزمة الإنسانية المتواجدة في اليمن. طبعا أنا قلقة بشكل خاص لما يحدث للنساء والفتيات في هذا البلد، خاصة مع كبر المجاعة أو سوء التغذية المنتشرة في البلد أو داخل أوساط النساء. طبعا بعد 6 سنوات من الصراع في هذا البلد، النساء والفتيات يخبرنا صندوق المتحدة للسكان أن لقد تعبنا من هذه الحرب ومن هذا الصراع، وهن إيش حياتهن الإنجابية وصحتنا في خطر. طبعا مع وجود المرافق الآن للأسف مع الصراع الموجود في اليمن، فقط 20% من المرافق الصحية المتواجدة في البلد هي التي إيش تقوم بتقديم الخدمات الأمومة والطفولة للنساء في هذا البلد، وهو ليس إيش يعني كافي. النساء والفتيات لا يمكن أن يكون في موضع الخطر في نقص تمويل أو نفاذ تمويل. طبعا لتختتم كلامتها الآن تقول إنه مع بعض كلنا كالأمم المتحدة ومع الأمين العام للأمم المتحدة ندعو إلى إيش إعادة التمويل وإنقاذ وفي الاستمرار في إنقاذ الأرواح في اليمن. طبعا صندوق المتحدة للسكان من ضمن الوكالة الإمامية اللي كانت تطلب علشان تستمر في تقديم الخدمات المنقذة للحياة الصحة الإنجابية والحماية، يطلب 100 مليون دولار حتى يستمر في تقديم هذه الخدمات في السنة هذه 2021. طبعا هي كانت الدكتورة ناتاليا في بداية هذا الشهر في مارس في مؤتمر المانحين كما معظمكم عارفين طبعا، وتم من ال يعني تم ايش سؤال المانحين او دعوه المانحين لتقديم 7 مليار للمساعدات الانسانيه في اليمن، لكن للاسف الشديد لم يتمخض هذا المؤتمر المانحين الا عن يعني مبلغ قليل لا يكفي.